من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديث اخر من باب الاشاره والنص على امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام حديث يرويه فضيل ابن سكرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل الماء الذي يغسل به الميت حد محدود قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا مت فاستقي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فاذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بجوامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسالني عن شيء الا اجبتك فيه الراوي يسال سؤالا شرعيا والامام يجيب عن ذلك السؤال الشرعي باجابه تتضمن فضيله لرسول الله صلى الله عليه واله ولامير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام السؤال انه الميت حينما يغسل فهل هناك مقدار كميه خاصه من الماء تشترط في غسل الميت هذا السؤال وهو سؤال فقهي الرسول صلى الله عليه واله حينما حانت منيته، الإمام الصادق يجيب عن جواب السائل بهذه القضية، أوصى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأن ينزح من بئر غرس ست قرب، القربة معناها واضح، ست قرب ينزح من هذا البئر أو من هذه البئر وبها كان غسل رسول الله صلى الله عليه واله بعد وفاته. هذا الجواب الفقهي على سؤال السائل. وأما الفضيلة فالإمام يكمل يكمل الوصية، عندما أجاب كمل وصية رسول الله صلى الله عليه واله. حينما اوصى رسول الله بذلك بأن ينزح ستة قرب من بئر غرس، وبئر غرس بئر في المدينة، وفي بعض الأحاديث دلالة على انه بئر مبارك، الله بارك فيه، في حديث: غرس عين من عيون الجنة. أو في حديث آخر: "في غرس عين من عيون الجنة." الله بارك لهذا البئر، أو لهذه البئر، فلما أوصاه بذلك بست قِرَب، قال: "إذا غسلتني، وكفنتني، وحنطتني، فخذ بجوامع كفني الجوامع المكان الذي يجتمع فيه طرف الثوب فخذ بجوامع كفني وأجلسني حس الرسول ميت لكن الرسول يأمر أمير المؤمنين قبل وفاته أن إذا مات بعد أن ينتهي من تغسيله وتكفينه وتحنيطه أن يجلسه ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شيء الا اجبتك فيه. زين شنو معنى ذلك؟ اجلسني، اسألني، اذا سألتني عن شيء اجبتك بذلك. قد يكون هذا الكلام على معناه الحقيقي كما هو الظاهر لبيان ان رسول الله صلى الله عليه واله يستمع ويجيب في مماته كما يستمع ويجيب في حياته لا فرق بين حياه الرسول وبين مماته نعم نحن توجد على اذاننا حجب فلا نستمع الى كلام الرسول لا ان الرسول لا يتكلم حتى العامة في رواياتهم المعتبرة الصحيحة يروون انه اي واحد سلم على رسول الله صلى الله عليه واله الله يرد الروح الى بدن الرسول فيجيبه هذا في رواية العامة، في رواياتنا وزيارتنا ايضا الكثير من ذلك، اشهد انك تسمع كلامي وترد جوابي زين احنا ليش ما نسمع؟ لان اكو على اذاننا حجاب كما على أن على اعيننا غطاء. الان كل واحد منا معه ملائكه معه شياطين لكن لا نراهم الان لماذا؟ لوجود الحجاب على بصرنا وعلى سمعنا. لكن الانسان اذا مات يرى الملائكه يوم يرون الملائكه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الان مثلا احنا في هذه الصاله نحن جالسون في هذه الصاله هذه الصاله الان مليئه بالامواج الاذاعيه وامواج محطات التلفزيون ومحطات الفضائيات وامواج الهواتف الخليويه النقاله وكثير من الامور الاخرى لكن نحن لا نستمع اليها ولا نرى شيئا منها لماذا لان عيننا لان سمعنا لم يجهز بجهاز يلتقط هذه الامواج نعم انت تجيب جهاز مذياع او جهاز تلفزيون أو تجيب مثلاً جهاز الهاتف النقال أو أجهزة أخرى تلتقط هذه الإشارات وتسمع وترى عن طريقها الرسول صلى الله عليه واله لا فرق بين حياته وموته هو في حياته يسمع ويجيب وفي موته أيضاً يسمع ويجيب لكن إحنا على أعيننا حجاب على سمعنا حجاب لكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك الحجاب على سمعه وعلى بصره. الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وزوده بحسب تعبيرنا جهاز يستمع إلى الأموات ويتمكن من سؤالهم. طبعا هذا إعجاز وهو خاص بالمعصومين عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا بيان لفضيلة من فضائل الرسول. صلى الله عليه وآله وأيضا فضيلة من فضائل أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام زين أمير المؤمنين ماذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله والحال أن الرسول قبل وفاته علم أمير المؤمنين جميع العلوم التي كان يعلمها جميع علوم الأنبياء سلمها لأمير المؤمنين، جميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء سلمها إلى أمير المؤمنين. حدثه بحديث ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب. فيسأله عن ماذا؟ لعل بعض الروايات الأخرى تكشف لنا جانبا عن ذلك. وهو ان المعصومين عليهم الصلاه والسلام يزدادون باستمرار لان العلم لا نهايه له، لا حد له والله سبحانه وتعالى يفيض على الرسول وعلى الائمه باستمرار العلوم ويبدا برسول الله صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه، طبعا هذه العلوم ليست علوم الشريعة، لأن علوم الشريعة الرسول الله سبحانه وتعالى علمه كلها. وليست علم ما كان وما يكون وما هو كائن، لأن الله علم رسوله كلها، والرسول علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كلها. وإنما هناك علوم أخرى لا نعلمها الله سبحانه وتعالى يبتدئ برسول الله يفيضها عليه ثم يفيضها على الأئمة عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن لا يكون أحد أعلم من الرسول، أول الرسول يعلم بها، ثم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فلعله الله سبحانه وتعالى أفاض علوما جديدة على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته، فقبل دفن الرسول، الرسول صلى الله عليه وآله علمها امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حديث اخر عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه السلام لما حضر رسول الله صلى الله عليه واله الموت دخل عليه علي فادخل راسه ثم قال يا علي اذا انا مت فغسلني وكفني ثم اقعدني وسلني واكتب. الرسول في حالة الاحتضار كان عليه كساء او غطاء فلما جاء امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام امره بان يدخل راسه تحت الغطاء. هسه شنو السبب في ذلك؟ هل الغرض الفات الناس حتى ينقلوا هذه الفضيله؟ او هناك غرض اخر لا ندري، كما في حديث الكساء حينما جللهم بالكساء، يعني الرسول صلى الله عليه واله كان له كساء فجمع عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام ثم جللهم بالكساء، يعني غطاهم بهذا الكساء، هسه شنو كان الغرض من هذه التغطية؟ هل الغرض الفات الناس إلى ذلك يعني عائشة كانت في مرة ومسلمة كانت في مرة أخرى وآخرون كانوا في مرات أخرى مثلا يلتفتون إلى أن هناك أمرا هاما فيتناقلون هذه القضية أو هناك أمور أخرى لا نعلمها الله العالم في ذلك فحينما أدخل أمير المؤمنين صلى الله عليه الصلاة والسلام رأسه تحت الغطاء قال له رسول الله إذا أنا مت فغسلني وكفني ثم أقعدني أجلسني وسلني واكتب في الحديث السابق ما كان مبين الكتابة لكن في هذا الحديث تبينت يعني ذكر الكتابة ولعله الكتاب لاجل ان يتوارث هذا العلم الائمه من ال البيت عليهم الصلاه والسلام لان طريقه وراثه العلم قد تكون بالكلام وقد تكون بالكتابه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام احيانا كان يستشهد بكتاب علي عليه الصلاه والسلام في كتاب علي كذا تارة كان يقول وجدت في كتب ابي هذه امور مكتوبه تارة عن طريق الكلام وطارة وتارة عن طريق الكتاب حديث اخر اثنان من اصحاب الامام الصادق دخل عليه يونس ابن رباط وكامل التمار. دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقال له كامل جعلت في داك حديث رواه فلان فقال أذكره عند سؤال هذا الحديث اللي رواه فلان صحيح لو مو صحيح أصحاب لأن أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحيانا كانت تصلهم أحاديث بواسطة يعني فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن رسول الله فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن أمير المؤمنين علي او فلان من اصحاب الامام الباقر او الامام الصادق كان ياتي الى الكوفه وينقل حديثا عن الامام الباقر او عن الامام الصادق زين هذا اللي يستمع للحديث يستمع للحديث بواسطه احيانا يحب ان يستمعه بلا واسطه احيانا يشك ليكون هذا الراوي اخطا او زاد او نقص خاصه في المطالب الغريبه فللتاكيد ياتي ويسأل ولذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام من مهماتهم كان تقويم الحديث يعني أحاديث الموضوعة الكاذبة المكذوبة المنسوبة إلى رسول الله كانت كثيرة كانوا يأتون إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويسألونهم عن الصحيح من السقيم وكذلك أحاديث الأئمة يعني الاحاديث التي انتشرت عن الامام الصادق والباقر عليهم الصلاه والسلام هناك ناس يستغلون ويضعون الاحاديث فكان اصحاب الامام الرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم الصلاه والسلام احيانا ياتون الى هؤلاء الائمه ويسالونهم عن تلك الاحاديث احيانا كانوا ياتون بالكتب يعني فلان واحد من اصحاب الامام الصادق او الامام الباقر كتب كتابا ما سمعه عن الامام عليه الصلاه والسلام، وهذا الكتاب كان منتشرا بين المؤمنين. زين فكان ياتي بالكتاب احد المؤمنين اللاحقين، اصحاب الائمه اللاحقين، ياتي به الى الامام مثلا الرضا، الامام الجواد، الامام العسكري، فكان يقول هذا الكتاب صحيح او ليس بالصحيح فالامام عليه الصلاه والسلام كان يطالع الكتاب يقرا الكتاب يقول نعم هذا صحيح مثلا او فلان واحد خذوا ما رووا الروايات التي رووها خذوها لانهم لم يكذبوا في تلك الروايات وانما نقلوا الروايات بشكل صحيح زين في هذا الحديث يونس ابن رباط وكامل التمار دخل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فسأله كامل التمار عن حديث جعلت في حديث رواه فلان فقال أذكره فقال حدثني أن النبي صلى الله عليه وآله حدث عليا عليه السلام بألف باب يوم توفي رسول الله يعني في ساعاته الأخيرة كل باب يفتح الف باب، مليون باب من العلوم، الرسول حدث امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام، فذاك الف الف باب، يعني مليون باب، فقال لقد كان ذلك صحيح، هذا الشيء اللي نقل لك صحيح، هذه القضيه اتفقت، فقلت جعلت فداك فظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم مليون باب من العلم حل هذه العلوم التي منقول عنكم هي المليون باب من العلم فقال يا كامل باب او بابان من المليون باب باب واحد او بابان هسه هذا ترديد اما من الراوي يعني الإمام قال باب أو الإمام قال بابان، الراوي بعدين تردد في أنه سمع من الإمام باب أو بابان، أو لا هذا مثل الآية وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، الترديد من الله سبحانه وتعالى لا معنى له، زين هم كانوا مئة ألف أو يزيدون يا هو، لماذا هذا الترديد؟ المفسرون في تفسير هذه الآية لهم وجوه مختلفة. البعض ذكر أنه في بداية بعثته كانوا بعثة يونس كانوا مئة ألف وبعد ذلك وصلوا إلى مئة ألف مثلا أو مئة ألف فالبداية مئة ألف وفي نهاية المطاف كانوا مئة أو مئة ألف البعض ذكر أن هذا الترديد للرائي يعني إن رآهم الرائي تخير بين أن يقول مئة ألف أو أكثر ووجوه أخرى ذكرت في التفاسير لعله اذا هذا الترديد من الامام معنى ذلك ان للبعض ظهر باب وللبعض الاخر ظهر بابان لان بعض اصحاب الائمه الخلص الائمه كانوا يحدثونهم باحاديث وكانوا يقولون لهم لا تذكروا هذه الاحاديث لاحد فمن مليون باب لم يظهر الا باب واحد او بابان فقلت له جعلت فداك فما يروى من فضلكم من الف الف باب الا باب او بابان هسه الكلام كان في شنو؟ الكلام كان في علوم امير المؤمنين الذي تعلمها من رسول الله في وقت احتضاره ما كان الكلام حول الفضائل لكن يبدو ان الراوي كامل التمار او يونس ابن رباط توهم ان هذه الابواب في فضائلهم الامام عليه الصلاه والسلام يقول الذي ظهر من العلوم من مليون باب باب او بابان اما من فضائلهم فالذي ظهر اقل من ذلك فضائلهم كثيره جدا لكن الذي ظهر منها أقل من واحد من المليون لذا الراوي الكلام كان في العلم قلت جعلت فداك فما يروى من فضلكم من ألف ألف باب إلا باب أو بابان تصور أنه هذا الواحد أو الاثنين من مليون في فضائلهم فقال وما عسيتم أن تروا من فضلنا ما ترون من فضلنا إلا ألفا غير معطوفة فضل الرسول وآله كثير جدا لكن كثير من فضائلهم لم تبين لم تذكر لماذا؟ لعدم تحمل الناس هذا من جهة لعدم استيعابهم لتلك الفضائل، لانه يمكن تلك الفضائل في جهات لا نتمكن من فهمها. الآن طفل صغير مثلا، زين تجيب له بروفيسور في الطب أو في الهندسة أو في علم الفلك. كيف يمكن أن تشرح له فضل هذا البروفيسور؟ لا يمكن لك أن تشرح له فضله، لأنه لا يتمكن من استيعاب ذلك، ما له قابلية. ونسبتنا إلى الرسول وآله هكذا لا يمكن أن نستوعب فضلهم فإذا لا يمكن أن نستوعب فضلهم لا يبينه لنا ذلك البيان لا يكون إلا بما هو يقتضي الحال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نكلم الناس إلا بقدر عقولهم أو أمرنا أن نكلم الناس بقدر عقولهم إذا الشيء أعلى من عقله ما نكلمه ما يستوعب ذلك وأحيانًا هذا يستوجب مشاكل أخرى، أكو في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما معناه أنه لولا أخشى أن تقول طائفة من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لبينت من فضلك الكثير. يعني درءا للغلو الرسول لم يبين كثيرا من فضائل امير المؤمنين لان المقدار الذي بينها فيها الكفايه. اذا واحد يريد الهدايه يكتفي بهذا المقدار. هاي الفضائل الموجوده التي روتها كتب الفريقين فيها الكفايه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فلذلك ما كانت هناك حاجه لبيان فضائله اكثر من ذلك بل بيانها كان قد يسبب مشاكل لذا الرسول لم يبينها لعدم الحاجه الى بيانها او لعدم قابليه الناس الى بيانها فالامام عليه الصلاه والسلام يقول الشيء الذي روي من فضلنا لكم لا يكون الا كالف غير معطوفه إذا تشوفون الخط الكوفي الآن أحيانا مثلا في بعض الكتائب مكتوبة، أو في بعض الكتب، الألف بالخط الكوفي الألف في البداية تكتب بشكل حرف ال في اللغة الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية ال هذه خط عمودي ثم خط أفقي بطرف اليمين. الألف بالخط الكوفي كانت تكتب هكذا بشكل ال الانجليزية. أحيانا كان هذه العطف اللي موجود، هذا الخط الأفقي، هذا كان لا يكتب، فالألف كانت تصير ناقصة. افرض مثلا الآن أنت تكتب فاء بدون نقطة، الفاء بدون نقطة هذه هذا حرف ناقص. الألف غير معطوفة بالخط الكوفي ألف ناقصة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هذه الفضائل التي تعلمونها من فضلنا هذا مقدار بسيط جدا كألف غير معطوفة يعني كألف ناقصة هذا قليل جدا وهذا اصطلاح في القلة البعض قارئ هذه العبارة ما ترون من فضلنا إلا ألفا غير معطوفة يعني فقط ألف واحد من فضائلنا ألف فضيلة من فضائلنا ولم تثنى يعني مو ألفين هذه تعلمونها من تعلمونها من فضائلنا ولا هي فضائلنا كثيرة جدا فإذا الرسول علم أمير المؤمنين مليون باب من العلم لم يظهر منه الا بابان او باب واحده، وهذا لا يرتبط بفضلهم، لان فضائلهم ايضا كثيره جدا، ولم يظهر لنا من فضلهم الا القليل جدا، الا القليل جدا، وكثير من فضائلهم في طول التاريخ ضاعت، لماذا؟ لان اعداء امير المؤمنين كانوا يكتمون هذه الفضائل، حسدا وكذلك أعداء أهل البيت وأولياء أمير أمير المؤمنين وأهل البيت كانوا يكتمون هذه الفضائل خوفا في حال تقية ومع ذلك بلأت فضائله بين الخافقين كما يقول الخليل ابن أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومع ذلك هذا الذي وصلنا فيه الكفاية لكن هذا جزء قليل من فضله جزء قليل جدا من فضله ولعله في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يظهر تلك الفضائل الاخرى لاهل المحشر ليعلموا منزله اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين